بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، موضوعنا اليوم هو عن الحلبة، فوائدها بشكل عام وفوائدها للمعدة بشكل خاص. تعتبر الحلبة من النباتات العشبية والحولية، أي التي تنمو سنويا، وتعود إلى شمال إفريقيا، وهي ذات لون أصفر وذات حبات صغيرة الحجم، وتختلف تسميتها من منطقة لأخرى طبعا حسب الصور. الحلبة تعالج العديد من الأمراض، منها أمراض المعدة المختلفة وأمراض البشرة، وتساعد في زيادة الوزن طبعا للأشخاص النحفاء أو ضعفاء. وتختلف طرق تناولها، فالبعض يتناولها خضراء، والبعض الآخر يشرب بذور الحلبة المغلية وغيرها. وسنتعرف في هذا الفيديو وعلى عجالة على فوائدها بشكل عام وفوائدها للمعدة بشكل خاص. فما هي فوائد الحلبة بشكل عام؟ الحلبة تسهل عمليات الولادة، بالإضافة إلى دورها المهم في تنشيط الرحم. أيضا تعالج الأمراض الجلدية وتحسن لونه وتزيل التشققات، ومعالجة الحروق من خلال خلط ملعقة كبيرة من زيوت الورد وملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة ودهن المنطقة المحروقة بها مرتين في اليوم. أيضا ترفع درجات الحرارة في الجسم وتحافظ عليها. أيضا تخلص الجسم من الروماتيزم، وذلك عن طريق خلط ملعقة صغيرة من زيت السمسم وملعقة صغيرة من الثوم المهروس وملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة المطحون بشكل ناعم، ثم ندلك بهذا الخليط المناطق المصابة به. أيضا تعمل الحلبة على التقليل من مستويات السكر في الدم، وذلك من خلال وضع خلط ملعقة من مسحوق الحلبة مع وجبة الطعام وتناولها. أيضا تقلل من حالات ارتفاع الكوليسترول في الدم. أيضا تعمل على تخفيف الالتهابات المختلفة في الجسم، وتخلص الجسم من الديدان المعوية من خلال وضع كمية من الحلبة في كوب من الماء وشربه قبل تناول وجبة الإفطار. أيضا تعالج أمراض الصدر والسعال والربو، وذلك من خلال وضع كمية من الحلبة في قدر مناسب وإضافة عليه كوب من الماء النقي وتركه يغلي لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ثم نشرب من هذا الخليط مرة في اليوم. أما فوائد الحلبة للمعدة، فقد استخدمت الحلبة في علاج مرض قرحة المعدة الناتج عن الالتهاب، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن تحدث بسبب مرض مزمن في الجهاز الهضمي. وتختلف الأسباب وراء ظهور هذا المرض، ونذكر منها شرب المشروبات الكحولية، أيضا العامل الوراثي والضغوطات النفسية وغيرها الكثير. ويتم التخلص من هذه المشكلة عن طريق خلط ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي وملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة بشكل ناعم، وتناول ملعقة منه كل 8 ساعات، يعني 3 مرات في اليوم. أيضا تساعد الحلبة على تسريع عملية هضم الطعام بالشكل الصحيح، إذ تحتوي الحلبة على العديد من المركبات، ومنها مركب صمغي والذي يعمل على حماية المعدة من الداخل والتخلص من حموضة المعدة المزمنة، وذلك بطريقة وضع كمية من الحلبة في كوب من الماء ليلا وشربها في الصباح الباكر قبل تناول وجبة الإفطار. أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية. حبيبنا، بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع، لا تدعها تتوقف عندك، شاركها ولك الأجر والثواب. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.